يعني كل مبادرة فعلا بجد كان ليها هدف وحققت جزء نجاح منه. في كل المبادرات كانت قريبة لقلبي، يمكن برضو كانت المبادرة المتعلقة بالمحبوسين والغريمات وكده. ويعني أنا أتمنى إنه حتى يعني بدل ما في بعض الناس يعني بيحصل إنه يحصل هجوم على بعض المبادرات، طب ما بدل ما تنتقد مبادرة تعالوا شكل تعالوا زورونا، يعني تعالوا اقعدوا معانا شوفوا كان فكرنا ايه في المبادرة دي او عملنا فيها ايه ونكملها مع بعض. لكن كل مبادرة صدقني بجد كان ليها هدف حلو قوي. كل مجموعة اشتغلت على اي مبادرة فيهم كان باخلاص وبجد وباجتهاد. حتى انا واحمد طهري كنا رحنا حضرنا مؤتمر كان خاص بالسياسات الاعلاميه وحريه التعبير عن الراي، وكان في دول كتير جدا كانت مشاركه فيه. حاولنا ان احنا نرجع لزمايلنا رغم ان احنا ما كناش شغالين على الملف معاهم، بس ان احنا نرجع لهم لان لهم وجهات النظر اللي كانت مطروحه عشان لو حد عايز يزود حاجه في شغله او في الملف اللي هو بيشتغل عليه واحنا كمان نستفيد بيه كلنا مع بعض كناس عاملين في مجال الصحافه والاعلام، ربما تكون معلومه غايبه عننا او حاجه. فاي مشاركه واي خطوه خطيناها انا شايفه انها كانت بتقدم إفادة مجتمعية في المقام الأول وأكيد بتضيف لنا على المستوى الشخصي.